ثابت. الاخ العميد الركن طارق محمد عبد الصالح قائد المقاومه الوطنيه قائد المكتب السياسي، القوات جاهزه للزياره. صباح الخير يا شباب. نبارك لكم اليوم الذكرى 59 لثورة سبتمبر المباركة، ثورة كل اليمنيين، ثورة التي أزالت عهود التخلف والكهنوت وحولت ونقلت شعبنا من عصر الإمامة إلى عصر الجمهورية إلى عصر الثورة والديمقراطية والحرية، الثورة التي أزالت كل الفوارق بين الطبقات، وبعدها انطلقت الثورة 14 من أكتوبر لدحر المستعمر في الجنوب، ثورة سبتمبر المباركة التي هي أمانة في عنق كل يمني يجب عليه أن يحافظ عليها، وكما ناضل أجدادنا وآباؤنا الأولون من أجل تحقيق هذه الثورة المباركة سنستمر على نهج الآباء والأجداد، وأن الدماء التي تسفك اليوم في اليمن من قبل عصابة الكهنوت هي ضد ثورة سبتمبر، يريدون أن تعود عجلة التاريخ إلى الوراء، عهد الإمامة والتخلف التي جاءتنا بمفاهيم عنصرية فرقت بين اليمنيين اجتماعيا وسياسيا وثقافيا، عملت على خلق الصراعات بين القبائل وجعلت الناس فئات، صنفت السيد والقبيلي والمزين والحلاق واحتقرت المهن التي يعمل بها الشرفاء من الناس لكي تخلق طبقية معينة ورمزية معينة لفئة معينة ولسلالة معينة. هم بعيدين كل البعد عن الإسلام وعن دين الله الذي أتى به محمد بن عبد الله رسول البشرية وخاتم الأنبياء والمرسلين، الذي ساوى بين العبد وسيده، ساوى بين عبيد قريش وسادتهم، بين بلال الحبشي وحمزة بن عبد المطلب. اليوم يطل علينا رأس الإمامة من جديد ويفرض علينا الخمس يميز الناس حسب سلالتهم، ويمنع كل يمني من حقه المشروع في الحياة الكريمة التي أتت بها رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين وعززت مفاهيمها ثورة 26 من سبتمبر المباركة. لن يعود شعبنا إلى تقبيل الركب. الدماء التي قدمها الأبطال من كل أحرار اليمن في ميدي وفي حرض وفي صعدة وفي حجة وفي الجوف وفي مارب وعلى تخوم شبها اليوم وفي تعز وفي الضالع وفي الساحل الغربي لن تذهب هدرا. كل شهيد هو شهيدنا، هو أخونا، هو ابننا، تجمعنا مبادئ سبتمبر ومبادئ الجمهورية والحرية والديمقراطية التي تربى عليها شعبنا اليمني الأبي بعد ثورة 26 من سبتمبر المباركة. نريد أن نوحد معركتنا وأن تعود بوصلتنا إلى صنعاء، نبتعد عن المعارك الجانبية. نحن نخطئ في حق سبتمبر وفي حق اليمن عندما نذهب إلى معارك جانبية صغرى وهناك عدو متربص بالجميع يريد أن ينقض على اليمن من أقصاه إلى أقصاه، لن يترك شبرا في اليمن إلا ودمره، لن يترك جماعة فلان أو قوى الفلانية أو المنطقة الفلانية أو المدن الفلانية، لا، هو لديه مشروع أتى من طهران مدعوم إيرانيا بما يسمى محور المقاومة الذي سيطر على
خيرات العراق، أصبح الشعب العراقي الأبي الكريم يتضور جوعا وبلا كهرباء وبلا ماء. واليوم يطل علينا المشاط وغيره من أفراد الميليشيا الحوثية يقول لك أمريكا تتآمر على المرتب. أنت الذي قطعت مرتبات الناس، أنت الذي تأكل المال العام والخزينة العامة وتصرف بها على ميليشياتك وعلى أفرادك وتجوع الناس. مبدأ الإمامة السابق أن الناس سخرة لهم، سخرهم الله لطاعتهم، هو الآن يطبق على أرض الواقع. جاء اتفاق ستوكهولم من أجل أنه يخصص ميناء الحديدة وعائداته إلى البنك المركزي لدفع الرواتب، ولا شيء من هذا تم، ولا تبادل أسرى تم. أين الاتفاقات التي وقعها الحوثي ابتداء من الحرب الثانية والثالثة وفي السلم والشراكة؟ الآن يتبجح بأنه عرض مبادرة على أبناء مارب، هو كله عمل كذب وزيف لخلخلة الصفوف، صفوف الشرفاء والأبطال من الجيش الوطني وقبائل مارب الأبية التي قتلت أكبر عدد من قيادة الحوثي ودمرت أحلامه على أسوار مارب. يريد أن يخلخل الصفوف ويتبنى مبادرة كاذبة يقول لك توزيع الثروة والبترول وغيرها. أنت حارم الناس من المرتبات داخل صنعاء وأبناء الحديدة يتضورون جوعا، عادك عتشارك النفط في مارب؟ والله ما تحصلوا قطرة، كلها بقى تروح تجمع تبرعات لحزب الله وأبناء شعبك بدون مرتبات. كذب وافتراء، جماعة من المنافقين شغلهم دجل وزيف. من يصدقهم فهو يخدع نفسه، ومن يأمن شرهم فهو يضحك على نفسه. وسيكتوي بنارهم ومجربين في أكثر من محطة، ابتداء من صعدة إلى حاشد إلى عمران إلى صنعاء، كل المحطات واضحة. كل ما يريده منكم هو تسخير أبنائكم للقتال معه ولا شيء غيره. شاهدنا بالأمس 18 من سبتمبر الإعدامات التي حصلت لأبناء تهامة، هذا الظلم الكبير الحاصل يعود علينا السيف الوشاح من جديد. والإعدامات السياسية خلاص اشتغلت العجلة، الآن يصفي خصومه بالمعركة ويصفي حتى من هم إلى جواره بالداخل باسم أحكام مزيفة، سخر له شوية من القضاء وطلع حكم وقال لك إعدام. لا أحد يأمن على بيته وعلى عرضه وعلى أسرته وعلى ممتلكاته في ظل هذه العصابة، في ظل هذا النظام الكهنوتي الذي يدعي الحق الإلهي بحكمنا. لذلك ندعو كل الأحرار والأبطال ومن عليه ظلم سواء من أبناء تهامة أو من غيرها، الساحل الغربي مفتوح، بيوتنا ستكون مفتوحة. من عليه ظلم، من عليه جور، من لم يتحمل العيش في كنف هذه العصابة أو تحت سيطرتها، ندعو كل الأحرار أن ينضموا إلينا. ندعو كل من يستطيع أن يحمل السلاح اليوم أن يحمله لمقاتلة هذه العصابة الكهنوتية. ندعو كل القوى السياسية والعسكرية إلى التوحد في جبهة واحدة. كفانا خلافات جانبية وصراعات ما لها داعي يثيرها بعض المزوبعين الموجهين والمأجورين من هنا وهناك. معركتنا الحقيقية هي على الأرض، نريد دولة حقيقية على الأرض، شرعية تعمل في مناطقنا بكل أريحية، وندعم السلطة المحلية وندعم مكاتبها وندعم أمنها واستقرارها ونقدم لهم كافة التسهيلات. هدفنا هو صنعاء ولا غير صنعاء، هدفنا هو قتال الحوثي، ويجب أن تتحد بوصلة كل الأحرار لقتال الحوثي. نبتعد عن المعارك الجانبية ونوجه بنادقنا باتجاه المعركة الحقيقية والرئيسية. من يريد أن يلتهم الجميع، من يشكل خطر على مش بس اليمن، على دول المنطقة والإقليم، هؤلاء الجماعة المأجورة الذين يتشدقون بالسيادة وأنهم أصحاب القرار
وأنه لأول مرة القرار اليمني يستقل، أي قرار يمني يستقل من داخل الكهوف. جماعة بنيتوا من داخل إيران، كنتوا تذهبوا بالدورات عبر سوريا وجوازات لا تختم، وتأخذوا دورات تدريبية في إيران وفي حزب الله. خبراء حزب الله نزلوا بعد 2011 أكثر من 300 خبير لتدريبكم. دخلت سفن عسكرية بعد استيلائكم على السلطة في صنعاء، وحجزوها في الميناء، وبعدين قالوا هذه خاصة بالقوات الجوية. فعلا اتضح أنها صواريخ إقلائس وصواريخ الكورنيت، هذه قبل الحرب. إيران استعدت وحشدت لهذه المعركة وجرت المنطقة ودولها إلى حرب. أنت مرتزق، لا تعتبر نفسك شيء. أنشئت ودربت ومولت من إيران منذ نعومة أضابركم. تضحكوا على من؟ استقرار السيادة، أي سيادة تتكلم عنها والبلد ممزق والبلد 20 قطعة، لا مطارات مفتوحة ولا موانئ، أي سيادة تتكلم عنها؟ تضحكوا على الناس؟ نمد أيدينا مرة أخرى لكل القوى الوطنية والشريفة والحرة، ولنقف صفا واحدا في معركتنا، معركة كل سبتمبري وأكتوبري. يريد أن يحافظ على هذه الأرض الطيبة من دنس هذه العصابة. أبنائي المتدربين، العرق في الميدان يوفر الدم في المعركة. يجب أن تلتزموا بالتدريب لرفع كفاءتكم، وأنتم على وشك التخرج قريبا إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق في حياتكم العملية القادمة وفي مع بطولاتكم التي ستخوضها، تلتحقون بركب زملائكم الأبطال. ونشكر إدارة التدريب وكل صف وجندي عمل في التدريب. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا.